البدايات من اصعب الحاجات اللي ممكن تواجهنا في حياتنا، زي مثلا بدايه شغل، بدايه حتى انك تتعلم حاجه جديده. فكتير مننا بيحتاج الدايركشنز، محتاج الحد اللي يوجهه او يقول له انت هتبدا منين. في مثلا انجليزي كده بيتقال talking it doesn't mean walking، يعني حضرتك مش هتتحرك من مكانك وانت قاعد تتكلم كده في دماغك، لازم تترجم الكلام اللي انت بتعمله ده لخطوات تبدا تعملها على ارض الواقع. وعشان كده صفحتنا سميناها بدايه، واحنا لقينا عشان الشباب تبدا احنا محتاجين نبدا في ثلاث حاجات. اول جانب احنا هنتكلم عليه هو جانب التطوير والنجاح. التطوير والنجاح دول مين اللي بيحققهم؟ هو انت، الهيومن ديفلوبمنت. ليه؟ لان حضرتك انت الاساس في تطوير اي حاجه بعد كده، او ترجمه اي اهداف حضرتك عايز تعملها. تاني توبيك هنتكلم معاكم فيه هو الانجليش. احنا مش هنشرح انجليش، لا، احنا هنديك الدايركشنز اللي انت المفروض تمشي عليها عشان تحسن مهاره الانجليش. تالت حاجه هنتكلم فيها اللي هي البيزنس ديفلوبمنت، اللي هي ازاي تقدر تطور نفسك في شغلك. وكمان هنتكلم معاكم على اكثر الوظائف شيوعا، زي الاتش ار، زي الماركتنج، زي السيلز، زي الكاستمر سيرفيس، عشان يبقى عندك وعي الوظائف اللي هي متاحه في السوق المصري والوظائف دي محتاجه ايه. لو الفكره عجبتك او حسيت انك هتستفاد، ما تنساش تعمل لايك او شير للفيديو بتاعنا عشان الفكره بتاعتنا توصل لاكبر عدد من الناس.